وصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات خلال شهر. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تكثيف منابع المخدرات وإحباط محاولات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 6028 قضية في مجال مكافحة المخدرات، ضبط خلالها أكثر من 14.5 طن بنجو ونحو طنين من مخدر الحشيش وقرابة 180 كيلوغرام من مخدر الهيروين، إضافة إلى كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 375 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت أكثر من 305 كيلوغرام، كما تم إبادة أكثر من 203.5 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر. كما نجحت في ضبط قرابة 53 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 35 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو وزنت أكثر من 20 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط 206,659 قرصا لعقار الكبتاجون و 220,639 قرص لعقار الترامادول و 110,937 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 680 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 262 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 29 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة.